طيب ندخل بقى على البلفس الحوض الساكرال اوت فلو. هو الحوض ده كان مين اللي بيعمل له انرفيشن في الباراسمباثيك؟ الجزء الساكرال اللي هو كان كام او السيجمنت رقم كام؟ S2 و S3 و S4. تمام، بيروح على الحوض ويبدا ان هو يشتغل عليه. طب بيشتغل عليه في ايه؟ في كذا حاجه. مثلا اول حاجه الديفيكيشن، تمام، التبرز بيروح اللي عندك. انت عندك عشان تدخل تعمل حمام فانت عندك صمام سفنكتر، تمام، انترنال انال سفنكتر واكسترنال انال سفنكتر. لو السفنكتر مفتوح هينزل عادي البيبي، لو مش مفتوح لو مقفول مش هينزل. تمام، الباراسمباثيك بيساعدك في ايه في الموضوع ده؟ اول حاجه الصمامين اللي عندك، في صمام داخلي ده انفولنتري وصمام خارجي ده فولنتري. الصمام الخارجي احنا مالناش دعوه بيه لانه فولنتري، واحنا مش بنتكلم عن فولنتري، احنا بنتكلم على الداخلي لانه فولنت لانه انفولنتري. بالنسبه للصمام ده فهو بيعمل انهيبشن للصمام ده، بيفتحه عشان خلاص ممكن تدخل الحمام. لو عايز يا عم افتح الصمام الخارجي، لو مش عايز خليك قافله براحتك اللي انت عايزه، يعني عينينا ليك. او مش عينينا بقى، يعني حاجه ثانيه. غير كمان بيعمل كونتراكشن في الريكتم. ليه؟ عشان يخرج البيبي، ما انت عندك كونتراكشن في الريكتم عشان يفرغه ويفتح لك الصمام عشان الدنيا تبقى سالكه. طيب بالنسبه للميكتوريشن التبول نفس الكلام، كونتراكشن في اليونري بلادر وريلاكسيشن في الانترنال يوريثرال سفنكتر. طب اما الاكسترنال يوريثرال سفنكتر، لا ده بتاعك اللي انت عايزه براحتك، شوف 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 اللي انت عايزه، وهو جسمك يعني ايه هيعمل اللي انت عايزه. بعدين ندخل على الجينيتاليا، الاعضاء التناسليه. بالنسبه للميل، بالنسبه للميل في الباراسمباثيك فبيحصل اريكشن، انتصاب. ازاي بيحصل؟ فاسو دايليشن في البلاد فيسلز في البينس. لما يحصل فاسو دايليشن يروح اكسجين كويس جدا للعضلات ويروح جلوكوز كويس جدا للعضلات الموجوده في البينس، فيحصل ايه؟ عمليه حرق، يزيد اي تي بي، يعمل كونتراكشن، ينتصب. طيب بعدها بيكون في سيكريشن للسيمينال فيسلز والبروستاتا، بيكون سيكريتوري للسيمينال فيسل والبروستاتا، فينتج الحيوانات المنويه والسائل المنوي، ينتج السائل المنوي. تمام، طب بالنسبه للفيميل جينيتاليا، الاعضاء التناسليه عند الست بيعمل فيها فاسو دايليشن. فاسو دايليشن يعني هيعمل فيها ايه؟ هو الفاجينا او الاعضاء التناسليه بصفه عامه عند الست او الجزء دوت بيكون في ايه؟ بيكون في غدد. الغدد دي ليها افرازات، الافرازات دي محتاجه ايه؟ او الجلانز محتاجه ايه عشان تفرز الافرازات بتاعتها؟ محتاجه دم عشان تفرز الافرازات بتاعتها. الافرازات هذه بتكون بتحمي المكان من ان هو يدخل له بكتيريا وحاجات تانية كده، ف بيعمل فاسو دايليشن عشان الموضوع ده. طيب خلينا ناخد مقارنه سريعه بين السمباثيك والباراسمباثيك. السمباثيك بيخرج من فين؟ بيخرج من الثوراسيك سيجمنت واللامبر سيجمنت. تمام، الباراسمباثيك لا، ملوش علاقه بالثوراسيك ولا له علاقه باللامبر.